إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد. أخواتي وغالياتي وحبيباتي، أسعد الله أوقاتكم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى في هذه الساعة وفي هذه اللحظة أن يتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وأسأل الله تعالى أن تكون أيضا هذه المحاضرة محاضرة، خلينا نقول تذكيرية أكثر منها إثرائية إن شاء الله، ولكن ربما المعلومات اللي فيها نوعا ما ما كثير يتم مناقشتها وما كثير يتم أيضا الحديث عنها، وفي كل معلومة نحرص أن يكون هناك دائما حديث لا يتناول وحديث ما كثير يتداول. الهدف والغاية من ذلك هو أن يكون هناك فعلا خلينا نقول نساء مؤمنات ممكنات. كلمة ممكنات يعني من أهل التمكين، وأهل التمكين أي أن تكن خليفات الله في الأرض. سأل الله تعالى أن تكن كذلك. فلما تكون المرأة هي خليفة الله على الأرض، معنى لازم يكون عندها من المعرفة والوعي أول شيء بنفسها وذاتها، وبعد ذلك تعرف كيف تعبد الله العبادة الحقيقية العبادة الصح، ليست مجرد حركات ولا مجرد أشياء إحنا نسويها فقط واعتدنا عليها أو ورثناها من آبائنا. لا، لازم نفهم حتى رمضان هذا، لازم نفهم كيف نعبد الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان، وتكون العبادة على علم، ويعبد الله على علم ولا يعبد على جهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا عنه ويدلنا عليه، ويعلمنا كذلك عن أنفسنا ويدلنا عليها، ويخبرنا كيف يحدث ذلك الاتصال بيننا وبينه، وكيف تكون العبادة صح، كيف تكون العبادة صح، كيف أول ما تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى الصحابة هذا القرآن وتلقوا هذه الرسالة، وكيف عبدوا الله سبحانه وتعالى بحيث إنهم بعد ذلك فتحوا الفتوحات، ليس بالحروبات بل بالكلمة بل بالسلوك بل بالقدوة، استطاعوا أنهم هم يفتحوا الفتوحات. العلوم كان منبعها المسلمون، العلوم اللي الآن ينقلها لنا الغرب أساسها ومصدرها علوم اللي هم سواها الأولون. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الله حق عباده العبادة، وبالتالي إذا إحنا عرفنا كيف نصوم الصيام الصحيح بإذن الله تعالى نسعى أن نكون خلفاء الله في الأرض وأن نكون ممكنين بإذن الله تعالى. لكن يا حبيباتي لازم نعرف كيف نعبد الله حق عباده. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مواضيع كذا، ها، لأني وجدت الكثير من الأخوات يتساءلن. دائما أقول إيش الفرق بين الروح والنفس والجسد، وإيش الفرق بين يعني إنه أنا أعبد عبادة روحية، ودائما نسمع العبادة الروحية، هل هناك حاجة اسمها عبادة روحية؟ هل في حاجة اسمها أن أعبد الله بالروح ولا في شيء ثاني؟ مستويات الصيام، هل الصيام مستويات؟ هنعرف إيش هي مستوياته، هنعرف إحنا بالضبط في أي مستوى، وهل فعلا إحنا جالسين نصوم كما ينبغي وكما يريد الله سبحانه وتعالى لنا. لأن الله تعالى قال الصيام لي وأنا أجزي به، كيف يجزي الله تعالى بهذا الصيام، وكيف أستطيع أنه أنا أحصل من الله سبحانه وتعالى على أفضل الخيرات والبركات وأفضل مما أدعو، كيف أحصل؟ هذا إن شاء الله اليوم. أيضا أعمال الصيام الخاصة بالروح والنفس والجسد، هل في أعمال خاصة بالروح؟ هل في أعمال خاصة بالنفس؟ هل في أعمال خاصة بالجسد؟ هنشوف اليوم. طيب أيضا من هم الفائزون بالصيام؟ الذين يصومون ويصلون ويقيمون الليل ويقرؤون القرآن، ولا حد ثاني؟ بنشوف. ثم نعرف ما هو الصيام الموجب لتحقيق الدعوات، متى تتحقق دعواتنا؟ إذا صمنا الصيام الصحيح واللي هو إحنا نسميه صيام الروح، متى أرواحنا تصوم صياما صحيحا؟ عشان إحنا نعرف ما الروح ما النفس ما الجسد، وأريدك أن تركزن كذا معاي حبيبات الغاليات، ركزن ركزن ركزن، وكل واحدة أريدها تجلس
في مكان كما يقولوا وهي مستمتعة في الاستماع، يعني ما تكون جالسة وخلينا نقول مشغولة جالسة تسوي العشاء تو، ولا جالسة تسوي السحور، ما وقتها السحور تونا فاطري خلينا عنك، هي لحظات تونا جايين من صلاة التراويح، يعني شوية كذا هنستريح وعلى شاي أحمر عذرا على شاي أحمر عشان يهضم البلاوي اللي أكلناها والأشياء اللي أكثرنا فيها، وعشان نهضم المعلومة الآن ونخلي مكان حال المعلومة، نخلي وسع. ها متأكدات شيء وسع في المعدة؟ هل يوجد وسع للمعدة أم هناك وسع للعقل؟ ترى إذا ماشى وسع في المعدة يعني ماشى وسع في العقل. هي نقول لك ليش؟ لأنه إذا كانت المعدة ممتلئة خلاص، إذا حضرت كما يقولوا غابت الدهون خلاص. فأريد أتأكد معي الأخوات، يلا أجيبوني، هل أنتم مستعدون قبل أن نبدأ؟ نعم أم لا؟ شيء مكان؟ شيء مكان؟ اسمع يلا، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يلا ريان حبيت حبتي هذه جميل. طيب يلا نبدأ بإذن الله تعالى. يمكن البعض سمع عن الروح والنفس والجسد، ولكن البعض ربما بالنسبة له المعلومة جديدة وما كثير يقدر يفرق بين الثلاثة أشياء هذه. وعشان أوضح المعنى ويوضح المعنى، وأنا أتمنى حقيقة وأرجو من الله تعالى أنه هناك آخرون وأخريات يلحقوا بنا، لأنه واجد ذا الموضوع للأسف ما كثير الناس تعرف له، ودائما يقولوا بلاش هالمواضيع الفلسفية، يعتقدوا أنها مواضيع فلسفية لكن هي ليست فلسفية، لأن الله تعالى دلنا عليها في كتابه الكريم. ما حاجة مرتبطة بالفلسفة، حاجة مرتبطة بسير الإنسان على الأرض. إذا الإنسان ما عرف ما هي الروح وما هي النفس وما هي الجسد، معناته حياته ممشنها على مزاجه، كل يوم يمشي بشكل. أيضا ما راح يعرف ليش أنا تعبان اليوم، ليش أنا سعيد اليوم، ليش أنا اليوم صيامي حاس بقوة لا بس يوم ثاني حاس إن أنا ضعيف وما عندي نشاط، ليش أنا في البداية دائما نشيط وبعدين أبدي أضعف؟ وين الخلل؟ الخلل أننا نعبد الله إما جهلا وإما خطأ، يعني يا إما إحنا نعبد الله تعالى بسبب ما عندنا معلومات كافية لكيفية العبادة، السبب الثاني أو إنه عندنا معلومات أصلا خاطئة. طيب من أين نأتي بالمعلومات الصحيحة؟ دائما في ناس تقول كيف أعرف الحق من الباطل؟ حبيبتي رجعي للقرآن، القرآن يدلك على الحق، القرآن هو الحق، رجعت للقرآن إن شاء الله سترجعين للحق، كتاب لا ريب فيه ما في شك. فلذلك إذا رجعت إلى القرآن فأنت ترجعين إلى الحق. لما حد يروح يقول لش جملة ويقول لش معلومة، اسقطيها على القرآن، إن وجدت ما يدل عليها في القرآن كان بها، وإن لم تجدي معناته ابتعدي. المعلومة هذه تحتاج بعدها تحت المجهر، تحتاج نحطها تحت المجهر عشان نتأكد فعلا إن المعلومة صحيحة أو لا. طيب عشان أشبه لكم المعلومة ووضح لكم ما هو الروح أو ما هي الروح والنفس والجسد، راح نشبه تشبيه، وهنا أريد أن أؤكد على كلمة تشبيه حتى ما يروح حد تفكيرها بعيد، فقط لأقرب المعنى، أنا أشبه لأقرب المعنى لا لأقرب الشكل، يعني عشان أقرب لش إيش معنى الروح وإيش معنى النفس وإيش معنى الجسد. تمام غالياتي؟ إذا جيت أعرف الروح والنفس والجسد، أول شيء تعالوا نبدأ بالقرآن الكريم. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونوقف عند هذه الجزئية من هذه الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولا يكون القرآن هدى إلا لمن؟ للمتقين. القرآن لا يكون هدى إلا للمتقين، أما الضالين يزيدهم ضلالا وخسرانا. طيب عن نكون إحنا منهم؟ ما نعرف، الإنسان عليه أن يحاسب ويضع نفسه تحت المجهر ويشوف هل فعلا هو من الضالين، وهل فعلا إحنا جالسين نصوم صيام الضالين ولا صيام الغافلين ولا صيام المتقين صح، على أساس إنه إحنا فعلا ما نخسر. والآن بما إنه إحنا ما زلنا
في الخامس من رمضان. إذن فرصة، فرصة لنا الآن أخواتي إنه إحنا يلا نراجع نراجع نراجع، ويعفو الله تعالى عما سلف، ما باقي لنا بعده 25 يوم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها. ما واحدة تقول أنا خمسة أيام ضيعتهم خلاص عاد ما الحق، لا، كل أيام شهر رمضان خير، ما حد يقول ضاعت علي ولا راحت علي. أول شيء لازم نعرف، إحنا بنتكلم عن أربعة أشياء قبل البدء، نعرف من أنت أيها الإنسان. أنت جسد، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثم قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس، وقال عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. بنشوف مو هو القليل اللي الله تعالى أطلعنا عليه، لأن هناك من الكثير عن الروح لا نعلمه، هو في علم الله، ولكن راح نعرف ما هو القليل اللي الله سبحانه وتعالى أطلعنا عليه. ثم قال لنا عن الإدراك، ليش الإدراك؟ ليش جبنا الإدراك في الموضوع؟ هنعرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أريد كم كذا ها، شوفا على الآيات، شوفا على الآيات قبل ما أنتقل إلى مفهوم الروح والجسد والنفس، شوفا على الآيات، لأنه بنرجع لهذه الآيات بالذات. طبعا هذه الآيات هناك آيات أخرى دالة على الجسد والنفس والإدراك والروح، لكني أخذت هذه الآيات لأنه هننطلق منها بإذن الله تعالى، وهنعرف معناها عشان أنا أعرف هل يا ترى أنا أعبد الله تعالى عبادة روحية ولا عباد بس صيام، صيام عن الجوع، صيام عن الطعام فقط، اللي هي الامتناع عن الشهوات فقط، هو هذا الصيام؟ هل هو هذا الصيام فقط؟ هل يقف عند هذه الحدود؟ لا، الصيام أبعاد أبعاد أبعاد، وأي مستوى نحن هنعرف. تعالوا نشوف الفرق. أول شيء أول شيء أول شيء الموت والوفاة. نقول الوفاة عندما تنفصل الروح عن الجسد، يعني وظيفة الروح هي إيش؟ الحياة. الروح وظيفتها تعطي الحياة للنفس والجسد، تعطي الحياة للنفس والجسد، فإذا توفاها الله يعني انفصلت الروح عن النفس وعن الجسد، ولما تنفصل ماذا يحدث للجسد؟ الجسد الله سبحانه وتعالى يعيده إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولذلك الجسد يفنى ويبلى. طيب أما الموت، الموت إحنا دائما نقول حال صغيرين موتوا، يعني موتوا مو ناموا، لماذا؟ لأن الموت يعني انفصال النفس عن الجسد، انفصال نفس. واحدة تقول كيف يعني تنفصل جسدي عن نفسي؟ لما ينام الإنسان، الإنسان لا يعلم، لأن نفسه تسافر، هين تروح؟ تروح أماكن كثيرة النفس. فالله تعالى ماذا؟ إذا قضى لهذه النفس بالوفاة، ها؟ ما له؟ يمسكها أثناء سفرها، يمسكها. طيب، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، والنفس اللي ما كاتب الله تعالى إنها تموت ترجع إلى الجسد مرة أخرى إلى أجل مسمى الله تعالى أعلم به، ذلك الأجل الله تعالى أعلم. فإذا في فرق ما بين الوفاة وما بين الموت، هذه أول حاجة نعرفها، بين الروح والنفس. الروح هي التي تعطي الجسد والنفس الحياة، يعني أنا مثل، خلينا نقول مثل الطاقة، يعني أنا ما أتحرك بدون طاقة، مثل يقولوا الحين الكهرباء، إذا ما عندي طاقة كهرباء لن تضيء لي المصابيح، إذا قطعت الكهرباء، طاقة الكهرباء، توقفت المصابيح. كذلك الإنسان إذا فصلت الروح عن نفسه خلاص، قالوا عنه توفى وطلعوا له شهادة وفاة، يسأل الله تعالى العفو والعافية، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه موتانا وموت المسلمين. طيب الموت
أما الموت الإنسان يوم ينام، لذلك في ناس تنام وما تعرف إذا كان هيقوم اليوم الثاني ولا لا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذا عرفنا ما هو الموت، الموت انفصال النفس عن الجسد، يعني نفسي تروح تسافر، كانت تسافر تشوف أحلام، تشوف ناس في أماكن مختلفة، تشوف أسرار، تشوف خبايا، تشوف أشياء في 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 عالم الزمن مستقبلية ربما، وربما ترجع لأشياء قديمة. ها هذه سفر النفس، وربما تخبرك بأشياء لم تجدي لها حلا فتخبرك بالحل. هذه النفس، لماذا النفس تخبرك بهذا الحل؟ هذا وحده عالم ثاني، هذا حاجة ثانية ما أستطيع الآن أقولها ولا أفسرها، لكن اللي أريد أقوله أن الوفاة هي عبارة عن انفصال الروح عن النفس، أما الموت وانفصال. ما الدلالة؟ قوله تعالى في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الله تعالى يتوفى لما النفس تموت، يعني تنفصل عن الجسد، ولما ما تموت، يعني وانت بخير وعافية كذا واقف، أو وانت نايم، يعني الله تعالى يقبض روحك إما أنت نائم أو وانت جالس الحين، ممكن الله تعالى يقبض أرواحنا في أي لحظة، الإنسان ما يعلم. ماذا يقول لنا؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، قضى عليها حكم يمسكها، لذلك النفس تعود إلى الله تعالى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني اللي هي بعدها ما توفت، الله تعالى في يوم ما عنده في علمه يعرف متى تاريخ وفاة هذا الإنسان. أما الجسد، الجسد لما تنفصل الروح عن الجسد أو عن النفس فإن هذا الجسد يعود إلى الأرض. ما إحنا خلقنا من الأرض؟ قال تعالى منها خلقناكم، خلقنا من طين، وفيها نعيدكم اللي هي الأرض، ومنها نخرجكم يوم البعث تارة أخرى. طيب تعال نشوف المعنى لكل واحد منهم. شايفين الآن أمامكم ثلاث صور عشان أوضح، مو هي النفس، مو هي الروح، مو هي الجسد. هنشبه الجسد اللي هو هيكل السيارة، جسدنا عبارة عن هيكل السيارة، وهذا ما زلت أقول للتشبيه حبيباتي، عن تروح أنت سافرا بعيد وتقولي أنا والسيارة واحد، لا أنت والسيارة ما واحد، ولكن مجرد تشبيه لتقريب المعنى. طيب هيكل السيارة هو نفس الجسد، جسد الإنسان. أما المحرك هو النفس، المحرك النفس. طيب والبنزين اللي هو الطاقة اللي يحرك المحرك ويحرك الجسد فتتحرك السيارة. طيب لو شلت البنزين هل تتحرك السيارة؟ هل يتحرك المحرك؟ لا. وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة الآن؟ النفس والجسد والروح، الروح هي عبارة عن مثل الطاقة، مثل الطاقة تحرك أجسادنا وأنفسنا. أما الجسد اللي هو الهيكل الخارجي، الإطار، القالب. أما المحرك اللي هو النفس. طيب هذول أنا لما أحطهم كلهم مع بعض، أحطهم مع بعض، طبعا البنزين داخل السيارة والمحرك داخل السيارة، البنزين يدخل داخل المحرك ويحرك للمحرك، هل أنا لما من خارج كذا أشوفهم هل أعرف وين المحرك، وين البنزين، وين الهيكل؟ أشوف بس الهيكل صح ولا لا؟ لما أشوف من الخارج هل أشوف اللي داخل؟ هل أشوف اللي داخل؟ ما أشوف اللي داخل. كذلك نحن لا نرى الروح ولا نرى النفس، ما نشوف لا الروح ولا النفس، لكن الروح وظيفتها تعطيني الحياة، تعطيني الحركة. طيب تسمعوا عن الناس يقولوا ليش هذا إنسان بروح ميتة، هذا الإنسان جسد فقط بلا روح، جسد بلا روح. هل معقول الإنسان يكون واقف
ونقول عنه جسد بلا روح، هو يسير ويجي وكل شيء، هل هذه الكلمة صحيحة؟ من هو ذلك الإنسان اللي يقول عنه جسد بلا روح؟ وفي ناس يوم نشوفهم، وفي ناس أيوة قلب ميت، وفي ناس يوم نشوفهم نقول الله منورة، روحها جميلة مشرقة، روحها مشرقة، يوم نشوفك ذكا شع نقول ما شاء الله ما شاء الله روحها مشرقة. ها هل معناته إن الروح مالها زادت؟ الروح عندها زادت؟ ها ما فاهمين الناس الإيجابيين. طيب هنشوف إيش معناتها. فاطمة إذا ما فاهمة لا تستعجلي، لا تستعجلي، صبري، إحنا نطرح أسئلة، هذه الأسئلة عشان نتفكر، أنا مطرح أسئلة عشان تتفكري شوية، تفكري كذا، تقولي طيب إذا الإنسان مشرق هل معناته روحه زادت؟ أيوة هي روحها غذتها، الروح تغذت، يعني الروح تغذت، إيمانها زايد عندها، يعطيها حلاوة روح. طيب هنشوف، هنشوف هل الروح تزيد؟ هل الروح تزيد أصلاً؟ ها؟ هل الروح تزيد؟ ولا مو بالضبط اللي يزيد؟ طيب تعالوا نشوف، تعالوا نشوف، تعالوا نشوف، بعدنا باغين نعرف، بعدنا باغين نعرف. قلنا الروح مسؤولة عن الحياة، إذا أنا حية أتحرك وأسير وأجي وأروح وإلى آخره، إذا ميتة طبعا يتوقف، تتوقف الحركة. الجسد اللي أشوفه هذا الجسد الخارجي. الحين بسألكم سؤال، تو إذا المحرك، أيوة تعالوا نشوف هل تزيد ولا ما تزيد، تعالوا نشوف. طيب هل المحرك، المحرك هذا إذا في عطل، في عطل، في مشكلة اللي هو النفس هنا، إذا في مشكلة الجسد كيف تكون حركته؟ هذيل المفروض ناس اللي هم مع العلم النفسي عرفوا، علم النفس، علم الاجتماع، علم السلوك، تكون حركته ماله بطيئة، يكون إنجازه ماله قليل، يكون أثره ماله قليل. هل الله تعالى يبغانا كذا؟ يبغى محركاتنا، محركاتنا تعبانة ومصدية؟ لا طبعا. لذلك الله تعالى قال لنا أنه في صيانة لازم تسويوها. سألت قلت هل المحرك إذا عطلان الجسد كيف تكون حركته؟ خمول، مثل الإنسان اللي مصاب بالاكتئاب أو أي مرض نفسي دائما ما يكون لا يرغب بالحركة، لا يرغب بأنه هو يتحرك أو غيره. فلذلك الإنسان الأصل أيضا يعتني بنفسه. طيب تو إحنا أكثر عباداتنا يا حبيباتي عبارة عن أشياء مرتبطة بالجسد فقط. طيب تسمعوا عن سيارات يكتب عليهم كذا، ها السيارات مكتوب عليهم فحص، هي السيارة البادي مالها قديم لكن مكتوب عليها فحص، مو يعني السيارة مكتوب عليها فحص يسوالها كذا، ها مو يعني أنا ليش أجيب الكنس السيارة عشان أقرب لك المعنى، ولا ما تهتم من بالسيائير، معناتها الماكينة مالها مركب ماكينة جديدة ويعني حركتها ما مهم، أيوة معناته الجسد ما مهم صح؟ حتى لو البادي كما يقولوا الجسد الهيكل مال السيارة قديم، لكن داخل المحرك ماله جديد فريش مجيوب من الوكالة مركب جديد، أيوة. فبالتالي إذا المحرك جديد مو يحصل للحركة، ماذا يحدث للحركة؟ هتكون زينة وتنشط والسيارة تكون أمورها تمام التمام وتتحسن، وذيك التقطيعة والتتيعة بأول تسويها راحت. ليش؟ لأنه المحرك اللي ركبته جديد. طيب هل ينفع أنا أركب نفس جديدة؟ ها؟ هل ينفع؟ ينفع نجدد أنفسنا، ينفع أن نعبد الله تعالى كما يجب. كيف نعبد الله تعالى كما يجب؟ يلا نقل للمعنى الذي نريد. أول شيء لازم نعرف
لازم نعرف أن الصيام بسبب هذه التركيبة الثلاثية صار عنده صراعات، وعلى الإنسان أن يقود هذا الصراع حتى يعيش في اطمئنان. هناك شهوات تدفع به للوحل فتجعل نفسه ثقيلة فلا يقوى على فعل الطاعات والأعمال الصالحات أو الأعمال الصالحة، فيحتاج إلى تهذيبها، ولا يكون ذلك إلا بالصيام، أن احنا نروضها على الطاعات. طيب، لا يكون ذلك إلا بالصيام. ليش؟ لأنه الإنسان طول ما هو في ال 11 شهر مو يكون بعده أنت تقول الكثرة الكثير وكثرة التلاوة، هنشوف هل صح كثرة التلاوة هي اللي تجدد الروح؟ هذا اللي تعودنا نسمعه، أكثر من التلاوة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصلاة، أكثر وأكثر وأكثر، واهتمينا بالكثرة. والأصل العبادة الروحية ما مشينا فيه، ما صح. هنشوف هل معناته يعني الكثرة مهمة هنا، هنشوف. طيب، إذا أنا الصيام فرصة لماذا؟ حتى أعود للإطمئنان. لكن هل يكفي أن أجاهد النفس؟ هل يكفي أن أجاهد النفس فقط؟ هل يكفي إنه أنا أؤدي الصلوات فقط؟ هل يكفي إنه أنا فقط أقرأ القرآن مع الصلاة ومع مجاهدة النفس؟ هذا يكفي؟ هنشوف ما الذي يريده الله منا في الصيام الحقيقي، كيف يكون هذا التهذيب. تعالوا نشوف. هذا أمامكم حاجة اسمها جهاز الإدراك. جهاز الإدراك يعني أدرك إذا هذا خير هذا شر، بس ما علينا تو من جهاز الإدراك. خلونا نشوف الثلاثة أشياء اللي تكلمنا عنها، الروح والنفس، أو ما النفس، النفس والجسد. في علاقة ما بين النفس والجسد، وفي علاقة ما بين الروح والنفس والجسد، وفي علاقة ما بين الجسد والروح. المهم إنهم مرتبطين ببعض، هم جايين كذا مع بعض. لكن انتبهوا لهذه المعلومة الخطيرة اللي هي الروح. شوفوا ايش صفاتها الروح، ما صفات الروح. اول شيء خالدة، لا تضعف، مستمرة. لماذا؟ من هين قبت ذا الكلام؟ من أمر ربي. أيوة، إذا الروح مستمرة خالدة لا تضعف. ما في حاجة اسمها تضعف، ما تضعف الروح، لا تضعف. فلما أقول روح ضعيفة أكون غلطانة، الروح لا تضعف، روح ميتة، الروح لا تموت، ميتة روحه، ما في روح مقبولة. لكن أقول روح ميتة، لا، الروح مستمرة خالدة لا تضعف. طبحت الفكرة؟ هذا بالنسبة للروح. طيب، أما النفس تعود إلى الله، الله تعالى خلقها تعود إليه. نقول دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أيضا يقول فيمسك التي، الله تعالى قال في الآية يمسك التي ليكتب عليها الموت، يمسكها في قبضته. إذن تعود لله، الله تعالى خلقها تعود. ماذا يفعل الله بها؟ علمها عند الله، لأن احنا قلنا ما عندنا إلا العلم القليل، هذا اللي احنا جالسين الآن نناقشه، القليل من القليل بعد، وأقل من القليل، لكن ما نعرفه وما الله تعالى أخبرنا به تعود إليه. الروح من أمر ربي خالدة، أمرها أين؟ عندما تنفصل. وين تروح؟ علمها عند الله. هل تنتقل إلى جسد آخر؟
علمها عند الله. لا تسألي عن أشياء لا يعني لا نملك لها علما، لكن اللي نعرفه إنها خالدة. أين تذهب؟ أين تذهب؟ الله أعلم. طيب، الجسد، مال الجسد، مال الجسد يفنى ويبلى ويضعف ويقوى. إذن الروح، النفس تذهب لله، نعم النفس تذهب لله، لكن الروح هل الله تعالى يودعها في جسم آخر؟ لا نعرف. هل الروح تعود إلى الله تعالى؟ لا نعرف. والله تعالى قال يسألونك عن الروح، مو قال لا الروح من أمر ربي. إذن هي في أمر الله وفي شؤونه وصفاته وذاته العلية، ما نتدخل. لكن الحقيقة أنها مستمرة ولا تضعف. كيف تضعف وهي من الله؟ كيف تضعف وهي من الله ومن أسمائه القوي؟ كيف تضعف؟ ما منطقي. الحساب حساب الأنفس ليس حساب الروح. الله تعالى ما يحاسب أرواحنا، يحاسب أنفسنا. وما كسبت النفس ما يحاسب الروح، ما كسبت الروح. كيف تقبض؟ تنزع الروح عن الجسد، كيف نوبة تقبض؟ هذه كيف تقبض هذه الآلية؟ هذه علمها عند الله. حبيبتي فاطمة ركزي معي، الله يبارك فيش، ركزي معي، ركزي معي. كيف تقبض هذه علمها عند الله. غيبيات، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ما يعني أشياء ما نعلم علمها عند الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا اللي نعرفه الآن. طيب ركزوا معي الآن للنقطة هذه، شوفوا هل الروح فاطمة خلى عنيش الروح، الروح والنفس، زين الروح والنفس والجسد، هناك علاقة بين النفس والجسد. إذا قويت النفس قوى الجسد، وإذا قوى الجسد لكن بشرط يقوى بالطريقة الصح فتقوى النفس. والروح، الروح ما تقوى ولا تضعف، الروح ثابتة مستمرة خالدة، هو مسارها، هو مسارها ما يتغير. طيب إيش اللي يصير؟ ما العلاقة بين الروح والنفس؟ العلاقة بين الروح والنفس، تعرفوا متخيلين، أريدكم تتخيلوا كذا معي، كأنه هناك حبل، حبل ممدود، كأن هناك حبل ممدود ما بين الروح والنفس، حبل ممدود. طيب إيش اللي يصير؟ هذا الحبل، أو خلينا نقول مثل الأسطوانة، كأنه أسطوانة، أريدكم تتخيلوا كذا، كأنه بين النفس والروح مثل الأسطوانة. إيش اللي يصير؟ كلما كانت النفس على اتصال بالله كلما قوى هذا الحبل، قوى صار أقوى، فلما صار أقوى صار المدد من الروح للنفس أقوى. كيف يعني؟ يعني صار التغذية، كأن الروح تغذي النفس بزيادة، تغذي زيادة. يعني كل ما أنا زكيت نفسي، قد أفلح من زكاها، كلما زكيت نفسي يعني اتقيت الله، ها، واتبعت تعاليم التقوى. كيف أنا يفترض أتقي الله وأؤمن به؟ إيش اللي يصير؟ الحبل الموصول بيني وبين الروح، بين النفس والروح، الحبل الموصول، لأنه كأنه في حبل موصول، لذلك الله تعالى متصل بنا برحمته، الله تعالى متصل بنا برحمته. إنزين، إذا أنا أديت ما يرفع النفس، انتبهوا، ما يرفع النفس ويزكيها، الحبل الممدود بيني وبين الروح إيش يصير؟ يقوى. فلما يقوى إيش يصير؟ يقدر ياخذ المدد من الروح. كيف يعني ياخذ المدد؟ يعني ياخذ العزيمة، ياخذ العلم، ياخذ من الفتوحات ما ياخذ. في ناس تجيهم فتوحات، في ناس تصير لهم كرامات، في ناس يرون ما لا يراه غيرهم. هذا منين؟ هذا مدد الروح، مدد الروح. واحنا دائما نسميه في مستويات الوعي، نسميه مستوى الروح، هذا اللي اعلى شيء، اعلى شيء،
هذيل من؟ هذيل اللي هم الأنبياء الصديقين الشهداء وحسن أولئك رفيقا. طيب هل ممكن إحنا نكون منهم؟ نعم ممكن، ليش ما ممكن؟ كيف أوصل لهذا المستوى؟ أيوة، كيف أوصل لعبادة، لعبادة تجعل الحبل الممدود بيني وبين الروح يقوى؟ كيف أعبد الله عبادة فعلا روحية؟ ذيك الساعة أسميها روحية. متى أسميها روحية؟ عندما تقوى النفس على الجسد، عندما تقوى النفس على الجسد يصبح الحبل الممدود. ترى الله تعالى لما نفخ فينا من روحه، ها، كأن في اتصال بيننا وبين الروح، في اتصال، وهذا الاتصال اللي هو الحبل الممدود. أنا أشبه لكم إياه بالحبل، كأنه حبل. يعني مثلا أنا لو عندي دائرة كهربائية، دائرة كهربائية، عشان أوضح، لو عندي دائرة كهربائية وقطعت الواير، الأسلاك، قطعت الأسلاك، هل بيشتغل المصباح إذا قطعت الأسلاك؟ أو فصلتها عن البطارية، هل هتشتغل؟ هتشتغل يا حلوات؟ لا، ما تعمل. طيب كذلك الإنسان نفس الشيء. تعرفوا أحياناً إيش يصير لبعض الأسلاك؟ الأسلاك إيش يحصل لها؟ تصدأ. فلما تصدأ الأسلاك كيف تكون جودتها؟ تصدأ الأسلاك، الأسلاك لما تصدأ، هل جودتها في سريان التيار يكون نفسه لما تكون جديدة؟ تكون ضعيفة. أيوة، كذلك الحبل بين الروح والنفس، إذا أنا ما اعتنيت فيه، ما هذبت النفس تهذيباً صحيحا كما يريد الله تعالى، هذاك الحبل اللي بيني وبين الروح ما راح احصل على المدد. في ناس تقول انا ما تستجاب دعوتي، في ناس تقول ليش انا ما موفقه، في ناس تقول ليش انا حياتي، لانه عندك مشكله بينك وبين الروح، اتصالك والروح في مشكله، في شوائب يحتاج تنظيف، يحتاج تقويه. زين انا اصلي واجد، انا اقرا قران، أنا أتعبد، وذينا الحين صايمة، لكن بعدني. أيوة، لأن العبادات لا تخلو فقط إلا يعني من حاجة واحدة اللي هي الحركات. نحن نعبد الله تعالى حركات آلية فقط، بلا إحساس وبلا شعور، وفعلا فقدنا الجمال الروحي في العبادة. طيب كيف أنا أعبد الله تعالى العبادة الصحيحة، العبادة اللي فعلا تكون روحية؟ وقلنا كيف يعني روحية؟ يعني النفس، ها، لما النفس، لما أعبد صح، ها، النفس تعبد صح، أقويها، ها، ما بس قول وفعل، ما بس قول وفعل، ليس فقط قول وفعل، في شيء أكبر من قول وفعل. لأنه في ناس تقول وتفعل، فعلا تقول ليش بروح أصلي وتصلي، تقول وتفعل، لكن كيف العبادة الصحيحة؟ في إلها خواص. إحنا قلنا صيام الروح، قلنا اليوم بنتكلم عن شيء ما يذكر كثير، وما يخبرون أنه هذه الأصل هي عبادة الروح، هذه هي عبادة الروح. هكذا نعبد الله تعالى عبادة فعلا نحصل فيها على المدد منه سبحانه. كيف تحصلون على المدد منه سبحانه؟ لابد أن نهذب النفس ونزكيها، وهناك عدة أمور تجعل من هذه العبادات قوية. هل يعني أنه إحنا إذا عبدنا الله تعالى وصلينا واجب مثل ما إحنا متعودين ما نؤجر؟ إلا تؤجري حبيبتي، تؤجري، ولكن تعطي بمقدار، تعطي بمقدار تلك العبادة الجسدية. أنت ما أظن تبغي الشيء البسيط، ما أظن تبغي الشيء البسيط، أنت تريدي أشياء كثيرة، تريدي تكوني، ها، واحدة تقول يعني مو يعني مثلا نكون كما نبي الله إبراهيم مثلا والنار ما تحرقنا مثلا، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة أن تسعي أن تعبدي الله تعالى عبادة تستحقين فيها الفضل؟ ما لازم تكوني نبية، تكوني خليفة الله على الأرض،
الأنبياء لهم رسالة يبلغونها، وأنت أيضا واجبك عليك رسالة تبلغينها في الأرض. أنا ما أقول لك تكوني نبيا، لا حاشا، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، انتهى الأمر. ولكن ماذا تكونين؟ تكونين خليفته على الأرض تماما كالأنبياء كانوا خلفاء الله على الأرض. كوني أنت كذلك، كوني أنت كذلك. كيف؟ هنعرف كيف. طيب حبيباتي، شيء آخر مهم جدا لازم نعرفه، إنه النفس تقوى وتضعف. تضعف إذا اتبعت طريق الضلال، وتقوى إذا اتبعت الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. وهل الأكل والشرب، ها الأكل والشرب وال وش يسموه يقولوا والمسكن والملبس، هو ذا حدنا؟ هو ذا حدنا في النعم اللي نريدها؟ إذا الله تعالى يقول اسألوا، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا الله الفردوس الأعلى، هو ذا بس طموحنا احنا؟ ناكل ونشرب، أهم شيء إنه أنا طلباتي في الدنيا تجاب؟ هو ذا يعني أقصى طموحي؟ أقصى طموحي إني أنا أعتق من النار؟ ها؟ هو ذا؟ يا جماعة هو هذا؟ هو ذا أقصى شيء نبغاه؟ لا طبعا. ما بس نبغى الرزق، نبغى الدعاء عندما نقوله يستجاب، نبغى النفس ممتلئة بالرضا والسكينة والطمأنينة، صح ولا لا؟ نبغى الرضا، أيوة. طيب كيف نكون كذا؟ كيف نصل إلى طريق الرضا؟ وكيف فعلا نعبد الله تعالى كما يجب وكما أمرنا؟ طيب إيش هي ذي الخصائص؟ ما هي خصائص عبادة الروح؟ تعالوا نشوف. واحد، أول شيء النية. كم وحدة تصلي وتصوم يوميا وتضع نية؟ يوم تصير تصلي تضعي نية؟ تدركي هذه النية؟ طيب واحدة تقول نعم أدركها، أقول لك لها صفتين أساسيتين. واحدة تقول أدركها، نعم أطلع، لأنه أنا يمكن أخواتي الغاليات اللي كانوا مشاركات معي في الدورات أكيد صار يضعن النية، يعرفنا ذلك، يعرفنا ذلك، خلاص ما شاء الله عليه. ولكن الأصل إنه أنا ماذا أضع النية؟ ما رايح أصلي وما شذي. طيب ما صفات النوايا؟ لها صفتين أساسيتين، لا يفترض كل الصلوات، كل الصلوات أضع لها نية، حمو صلاة وصلاة، يعني صلاة حال لله وصلاة واحدة حال من؟ حال فلان وحال علان؟ لا، كل الصلوات لله، فلا بد أن أستحضر ذلك وأنا رايحة أصلي، أستحضر ذلك. وعشان كذا نقول دائما في الصيام يا أخواتي جاهدي حبيبتي سمية، جاهدي قدر الإمكان. من اعتاد سيتذكر، يعني إذا اعتدت خلاص بتتذكر على طول إنه أنا لازم في كل عمل أضع له نية. فلذلك إذا أردت لعبادتك أن يكون لها روح ضعي لها نية. إحنا للأسف منسوي ننوي مرة واحدة في رمضان، مرة واحدة أنوي كل يوم في الليل قبل ما تنامي، في الليل قبل ما تنامي ننوي كل يوم. ليش؟ ليش أنا أنوي كل يوم؟ لأن النية روح، روح أي عمل. وأنا أجزى ما أنوي ولا أجزى ما أعمل، يعني ممكن أعمل عمل بس ما في نية، يروح يرد. كل عمل ليس فيه الله يرد. وفي حديث قدسي لا أتذكر تفسيره أن الملائكة تحمل أعمال الإنسان الصالحة ثم يسأل الله تعالى هل فيها اسمي أو ذكر فيها أو يراد بها وجهي؟ إذا قال لا، قال الملائكة لو، طبعا الله تعالى يعلم، قال ردوه، لا يقبل الله أعمالا ليست فيها نوايا. ما مستحضرة، ما يستوى حبيبتي، لازم تستحضر الله تعالى في عبادتك. أيوة. طيب مو هي النية؟ لماذا أنت تصومين؟ أصوم إيمانا، نويت أن أصوم إيمانا واحتسابا. لازم نطقيها؟ ما لازم نطقيها حبيبتي، ما لازم، ما ضروري تنطقيها، لكن قبل ما تنامي، لأنه أنت ما تعرفي هل هتنهضي للسحور ولا ما هتنهضي،
يمكن تنهضي على صلاة الفجر بس ما تواحي على السحور. فلذلك قبل النوم انوي يا رب إني نويت صيام الغد. واحدة تقول يا ربي كل يوم، أيوة كل يوم حبيبتي، ما احنا قلنا النية روح العمل، روح، ما احنا نعبد الله الآن عبادة روحية، الآن نطلب من الله تعالى أن نعبده عبادة روحية. ليش؟ لأن العبادة الروحية تصل إلى الله، فإذا وصلت إلى الله وصلنا الله على طول، الله تعالى يوصلنا. فاشتغلي بما يوصلك إلى الله. طيب هذه النية لها صفات، وهذه الصفات اثنتين. أول شيء اليقين، لا حبيبتي في الصلاة تنوي يعني قبل الصلاة وانت رايحة تتوضي تضعي نية، وانت رايحة تتوضي تضعي نية إني نويت أن أصلي طاعة لله في داخلش. داخلش أهم شيء، داخلش يستحضرها، ما لازم تنطقيها لأنه النية محلها القلب، لكن أهم شيء أنه قلبش يستشعرها. اليقين أن الله تعالى يقبل ذلك، يعني يقبل بمن هي له. إيش يعني اليقين بمن هي له؟ أي اليقين بالله سبحانه وتعالى، اليقين بمن هو. لأن أنا أحط نية لله، كل عمل صالح يجب أن يكون لله. لماذا؟ إذا صار لله ها كان الله لك كل شيء. أنت ما بغي الراحة؟ ما بغي الطمأنينة؟ ما بغي السكينة؟ حبيبتي ما ينفع. صار في ناس واجد تصلي واجد صح، لكن النية ما حاضرة. هل يجدون الفضل؟ نعم يجدون الفضل، لأن الله تعالى كريم يعطي. لكن ليش إحنا دائما طموحنا بس الكثرة وطموحنا بس العدد؟ ليش ما يكون طموحنا أكبر؟ ليش ما تكون عبادتنا فعلا عبادة روحية؟ إذن النية قلنا هي روح العمل، أي عمل تعملينه لا بد له من نية قدر الإمكان. طيب أنا رايحة المطبخ تطبخي، يا أخي إنوي نية إن أفطر بصمة صائمين حمو ضيع على عمرش، سائرة كرفي من الصبح إلى الليل، من الظهر إلى يأذى المغرب يقول الله أكبر، أنت بعدش تقليل القينات، وخلافه يقولوا ليش تجي تقرب الأكل، يقولوا ليش مالها القيمات يابسة ما غاوي وكلها زيت وأنت واقفة من الصبح. لكن لو كنتي فعلا وانتي داخل المطبخ، يا رب أنا داخلة ها أطبخ لهؤلاء الصائمين، هذه عبادتي يا رب، هذه عبادتي، صائمين اللي هم عبادك يا رب، في خدمة عبادك يا رب، ها الله تعالى يقبلها. بكرة إذا قالوا ليش ما غاوي القيمة تقولهم أنا اللي بيني وبين ربي خلاص، ما مهم عجبتكم ما عجبتكم القيمات، هذا أنا بيني وبين ربي، انتهى الموضوع. يأجرك الله حتى لو كان الناس ينكرون ما فعلتي، ما مهم. ليش؟ لأنك تتيقنين، لأنك موقنة مؤمنة بأن الله تعالى عنده الأجر، فلذلك تضعين النوايا. الصفة الثانية للنية الصدق، والصدق يكون بالعمل. يعني ما ينفع بس أنا أقول نويت اليوم أقرأ القرآن، نويت وكل شوية نويت زين، اشتغلي قري قرآن، اقرأي قرآن. فبالتالي نحن نقرأ دون نوايا. طيب رقم 2 من خصائص العبادة الروحية، وهذه لا يرومها إلا عبد أخلص، إلا عبد جاهد، إلا عبد فعلا يحب الله، لأن هذه لا تؤتى إلا حبا. يعني هذه بالذات إعمال العقل والقلب، مو يعني تو بقولكم إيش هي أعمال العقل والقلب، لا يرومها إلا شخص فعلا يحب الله تعالى. فلو أنت تحب الله سبحانه وتعالى كما تقولين وتدعين ها تتبعين. طيب مو قال الله تعالى كيف أنا أعمل العقل والقلب؟ ما هو ليش الفرق بيني وبين البهائم؟ هو ذا. ولذلك يفترض أنه أنا أستخدم حال العبادة الروحية، هذا الفائدة منه. ما الفائدة؟ أخطط كيف أغيظ فلانة، وكيف أفتش هاتف زوجي،
وكيف أبحث عن معرف منه، وكيف أتفوق على فلانة، وكيف أشتري لبس أفوزهم كلهم في العيد. يا سلام ما شاء الله، هو ذاك يعني مصمم، هو ذا إعمال العقل عندش، هو ذا إعمال العقل ماشي غير كذاك. إعمال العقل عند كيف أشتري أحسن لبس في العيد وأكون رقم واحد في العيد، من أين أبحث عن وحدة تنقشني أحسن تنقيش. بس هذاك العقل يشتغل في ذاك ذيك الأشياء. بالله عليكم هذا إعمال العقل، تو الله تعالى معطينا العقل عشان كذا، وبتقولي له تسأليها آية مو يعني النفاثات في العقد، تقول لش مو نفاثات شيء في العقد، مو نوبه مو معناتها، مو معناها، بتخش ما أعرف ما تعرف. طيب مو يعني مثلا، مو يعني مثلا الله تعالى يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مو معناها. تقول يعني الكفار نصحتهم ولا ما نصحتهم ما يؤمنوا، إنزين مو معناها أنت يعني يكون منهم. لا حاشا لله، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا أنا ما كافرة. ما شاء الله حددت هي ما كافرة، ترى هي هذه المشكلة، لأن العقل ما مستخدم صح. العقل مستخدم في أين سنذهب اليوم، هذا العقل. ماذا سنأكل اليوم، هذا العقل. ماذا سنفعل للفطور، بس حده. هل معناته ما نفكر؟ نفكر في الأشياء اللي هي المباحات، نفكر. ما قلت عدته يعني الوحدة تجلس، إذا وحدة قالت لي اليوم بكرة ما تصير، ما نصير فطور، أيجي الزوج هي الفطور، تقول أنا مقيول لي في المحاضرة أعمل عقلي في أمور معينة، ما مقيول لي أفكر في الأكل. أقول لش زين خليها تنفعش ذيك بقايلت لش أنه تقوع. إيه لأنه بعض الحريم، ترى أنا دائما أتعمد أقول هذه الأمور، لأنه نعرف بعض الحريم بفهم الكلام نكس، الله يبارك فيه. ما كذاك المقصود هنا يا حبيبتي، إنه لا اعملي عقلك، نعم استخدميه، لكن هناك أمور 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 يجب أن نعمل فيها العقل. والله ما أمرتكم عاد سارة، أنا ما أمرت حدا، ما قلت حل حد ما تصير تفطر، لكن قلت لك هناك أمور، سوى الفطور أيوة سوى النية، كيف أعمل العقل؟ تعالوا خبرش، نعمل العقل بالتأمل والتفكر، هذا أمرين، أو الأمرين معا. متى يكون الأمرين معا؟ يعني واحدة تقول ما أعرف أتأمل، ما أعرف أتفكر، أقول لها تدبري، تدبري مو القرآن، اجعلي لك آية في اليوم تتدبريها، آية واحدة. لماذا تتدبرين؟ لأن التدبر هو عبادة روحية. طيب إيش عبارة عن أيوة تدبر يعني التأمل والتفكر، كلمة التدبر تجمع الاثنين، التدبر تجمع الاثنين اللي هم التأمل والتفكر. ايش تأمل؟ تأمل يعني اركز على حاجة، مثلا الآية اقرأها 10 مرات واركز عليها، هذا اسمه تأمل. اما التفكر اني انا اطرح الاسئلة على عقلي عشان اوجد الاجوبة حول تلك المعاني الخفية لتلك الآية، في معاني خفية للآية. طيب وبعدين هذا الاثنان اسمهم تدبر. لذلك إذا واحدة تقول أنا ما أمارس التأمل، أو واحدة بس تتأمل لي تسوي لي تنفس، أوكي ما مشكلة، تنفس حلو، تأمل التنفس حلو، التأمل استرخاء جميل، لكن تعالوا نتأمل تأمل ما بس أتنفس، روحي ترفرف معاه. واسألوا أهل التدبر كل سبت ماذا يفعل التدبر بهم، صح بنات السبت؟ ما أهل السبت بنات التدبر، حد معنى هنا من التدبر؟ ماذا يفعل التدبر يوم السبت؟ روح، عالم جميل، الروح ترفرف، طبعا النفس اللي ترفرف. فهكذا يجب أن تكون العبادة، نعيش عالم آخر، نعيش جمال آخر. فإذا
يعني الإنسان يفترض في التدبر، التدبر التدبر يفترض إنه أنا أتأمل وأتفكر، أتأمل وأتفكر. وهنيئا هنيئا هنيئا لمن جعلت لها في اليوم. شوفي أنت تقرأ القرآن، أكثري من قراءة القرآن، جميل 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 جميل، اقرأ القرآن أكثري منه، حلو، يمدك بالقوة، يمد الجسد بالقوة أيضا، صحة، في شفاء. لكن في نفس الوقت أنت باغية النفس، باغية النفس تتصل بالروح. النفس لا تتصل إلا بالتأمل والتفكر. واسألوا الأنبياء عن عبادتهم. إذا واحدة تقول وكيف تنزلت عليهم، كيف تنزل عليهم جبريل، كيف تنزل عليهم الروح، كيف تتنزل عليهم، كيف يتنزل من ناكم الدرب؟ لا، أيوة آية تكفيك آية. الصحابة كانوا لا يحفظون من القرآن الكثير، ما يحفظون، لكنهم يبقون في الآية سنوات. ليش؟ لأنها قول ثقيل، سبق وقلتها، قول ثقيل. ليش قول ثقيل؟ لأنهم يحاولون أن يعرفون كل المعاني الخفية في تلك الآية حتى يطبقونها. تكون ثقيلة لماذا؟ لماذا تكون ثقيلة؟ ليش؟ لأنه فيها أشياء، أوامر، هذه الأوامر تخالف هوى النفس، فتكون يعني محتاجة مجاهدة، محتاجة مصابرة، محتاجة صبر، ها، واستعينوا بالصبر، محتاجة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. طيب، بعد الاستشعار يعني وأنا أتدبر، ها، أستحضر عظمة الله، أقول سبحان الله سبحان الله. يعني حتى يعني اللي لما تجي تتدبر تتذكر أسماءه سبحانه، تتذكر أسماءه، تتذكر صفاته، تركز على هذه النقاط، ما تفوتها. طيب، الاستمرارية والخلوة، كيف يعني؟ من تريد عبادة روحية تجعل لها خلوة، الخلوة ولو ساعة بينها وبين الله، يعني تحاول تكون الناس نايمة، الناس نايمة، حاجة بينها وبين الله. إن ذلك من شأنه أن يرفع ماله، يرفع، يرفع، ها، اتصالك بالله، يرفع اتصالك بالله. فإذا النية، إعمال العقل، الخلوة، ولذلك قيام الليل في رمضان من أفضل الأعمال. ثم الشكر، الشكر والصبر، الشكر والصبر. كيف الشكر والصبر؟ أي كلما فتح الله عليك من الفتوحات تشكرينه بأن تفعلي ما فتح لك من فتوحات، وتصبري على تلك الفتوحات اللي فتحها الله عليك، تصبري على تلك الطاعات اللي الله تعالى أمرك بها، وبهكذا تكوني فعلا عبدت الله عبادة روحية. لا يمكن أن تكون العبادة روحية وخالية من هذه الأمور. لذلك الله تعالى دائما يدعونا إلى التفكر. وقال لنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، ها، نية، يؤتكم خيرا. متى يؤتيكم؟ إن يعلم في قلوبكم. طيب أنا وش قلبي؟ ما شنية؟ كيف تبيعتوش الخير؟ كيف تبغي تعطي الخير وانت نية ما فيها؟ الله تعالى يقول لك وفي أنفسكم، وقالكم تفكروا، وقالكم ليتذكروا أولو الألباب. يعني معناته عقلي لازم حتى عباداتي فيها شيء من الاستشعار وشيء من التدبر، والتدبر قلنا يجمع التأمل والتفكر. من يريد المنزلة العليا يتدبر، ليتدبروا آياته، قال ليتدبروا، لا تحل البركة إلا بعد التدبر. القراءة تؤجري عليها، التلاوة تؤجري عليها، الحفظ تؤجري عليه، لكن التدبر تحصلين منه على المدد وعلى الفتوحات، ما بس الأجر. يقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. مو هي الرحمة
يعني إذا فتح الله بينك وبينه حبلا ممدودا، ها، متصلا، الروح، الروح، ها، ما يفتح الله فلا ممسك، خلاص الفضل جاي والخير جاي والنعم جاية والبركات جاية والتنزيلات جاية والتوفيق جاي. لماذا؟ شوفوا كيف كانت السيدة مريم، لأنها تعبد الله عبادة روحية، كان الأكل يجيها لحد عندها، بل يأتيها في غير مواسمه، يسخر الله لها الناس والمخلوقات والملائكة وكل من في الأرض يسخرهم لها. لماذا؟ لأنها تعبد الله عبادة روحية، فيها تأمل، فيها تفكر، فيها خلوة، فيها يقين، فيها صدق، فيها شكر، فيها صبر، فيها استمرارية. ما قالت اليوم أصلي زين وبكرة لا، اليوم أصوم زين وبكرة لا، تعبانة، لا. فهكذا تكون العبادة الروحية صحيحة، فليست العبرة في الكثرة، إلا وإن كانت الكثرة، صحيح الكثرة فيها فائدة وفيها خير، لكن إن كانت خالية فلا تجعل جسدك إلا مرهقا، يعني في النهاية الجسم يرهق وبعدين هيترك العمل. يعني في ناس واجد تمت تصلي 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 وتقرأ قرآن بعدين تقول تعبت، تعبت، ليش؟ لأنه بلا روح. لكن لو كان الإنسان يعرف لماذا يعبد، ها، لأن النية حاضرة، كذلك يتأمل لما يقرأ، ما أيمل، ما يتعب، بل سيستلذ. لماذا؟ لأنه سيكتشف أنه حياته تغيرت تماما، صارت غير، بل إن الله تعالى سخر له الأرض ومن عليها. هل الكثرة شرط لأكون ضمن المتعبدين روحيا؟ ليست شرط، الكثرة ليست شرط، وإن كانت جميلة لكنها ليست شرطا لذلك. هكذا أخواتي تكون الدعوات مجابة، إذا عبدت الله بالروح أو زكيت النفس كما قلنا التعليمات هذه، فإنك في هذه الحالة تكونين ممن يستحق الإجابة في الدعاء، المعجزات تتحقق لك، المستحيلات، التوفيق، ولكن اعملي، اعملي بما قاله الله لك سيعطيك الخير، لأن الله تعالى قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، خلاص. وإن الله تعالى إذا فتح لا يفتح الله، يعني شوفوا الله تعالى يقول ما يفتح الله للناس، خلاص ما في شيء يمسك، ما حد يمنع، ما في قوة في الأرض هتمنع. لماذا؟ لأنه حبل ممدود بينك وبين الله، فمن كان مع الله كان الله معه، خلاص ما يهم الآخرين، يكيدون، يسوون مشاكل، ما مهتم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مستند على الصمد، ولأنه يعلم أنه يتعامل مع الكريم الغني الرزاق اللطيف الخبير، ما يخاف، ما يقلق. هكذا تكون العبادات كما يجب. وهنا وصلنا أخواتي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أترككم في حفظ الله ورعايته حبيباتي، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.